پیغمبران حتى آخر لحظة مردنيان خويا بارد. فبهداه مقتدي فبهداهم يعني اوان ريروشن كروان بو خلقاني دولو برخوان يا دواي خوان بو اوي اما بيان كي ببيشن بو تاوصا بو جيان يكبري نسر براستي خوابستانه بي هر انسان يك جياني وابري بسر قصو كوتكاني وابي كخوا توني بي اوها بي جياني زور خوشه بي لبرو بي تودلي خود يقلاب كيتوا يعني من بتواطي عبدي خوام همو پیغمبران مقامی که برزیان هست لمقامه بلان همویان عبدی خوان هیچ چی شانازی به هی خوی و نکردوه چون که هموی با فضل خواه و کرده به پیغمبر و پیغمبری ری امرو لخزمت یعنی پیغمبری تا زیادر لهزار سال عمری بوا یعنی دریشترین عمری پیغمبران بوا بتمنترین پیغمبر بوا نک بتمنترین پیغمبر بتمنترین بشر بوا حضرت نوح باوكي دوامي بشريته چونك لدواي حزرتي نوحوا هيج نوي ترنبو اويك لقليبون همين زوقو كلا باخيره كدرشو كس من علينا بو ايما نوي لواي حزرتي نوحي باوكي دوامي بي بشريته بي اوتري با بيري بيغمبره كان حزرتي نوح يعني باوكي بيغمبره كان حزرتي نوح حزرتي نوح ناوي نوحا نوح لتي وهاتوا يا نوح يعني زورا قريه زور بزيا وانا قرياوها وانا اخواي خوش بيستوها وانا عشقي خوابوها اما انا باراوتها وانا قرياوها لسجدة لنا لو نوح ناوتها نوح يعني ايان ابيه وابيه بويا ناوي نرى نوح لبلوه كلمة نوح اوه نوح عليه الصلاة والسلام دواي علماء الين لدواي هزار صال بيامصاصان فرمي لحديثيكا لما بين حزرتي آدم بو حزرتي نوح دقرنا هندي علماء لن دقرن لو زمنا قرني استنية هر قرني هزار صال بو لو زمنا كواتا ما بين حزرتي آدم بو حزرتي نوح قندي قصوايا ده هزار صال بو يعني اقل هزار صال يجبيت هندي اقلين هزار صال اگر هزار سال ايش بيه لما بين حزرتي آدم دوائي بو إدريس لا إدريس بو حزرتي نوح بشريت هيج عيبين بوه يعني همي مسلمان بوه بوه هيج پیغمبري ناتوه بيقنا قاعدة لهر زمانك پیغمبري اقناهات بيه او مجتمع عيبين بوه لمجتمع كوملقايكا دردو درمي اخلاقي وكوملايتي وعقيدي زور بو خواهی گوره پیغمبری چی نردوه بو راست کدنوی اوه بو راست کدنوی او خلقه او دردانی کلا فتری هاتنی حضرتی نوح بو چی بو دردی طبقیت برجوازیت یعنی طبقه یک مسیطر بون بسر خلقه لپاره لسلطه لقوت لهمشتیق خلقه کیتر جردسته بون رقو کینه زور بو پتپرستی و شرک پیدا بو يعني خلق خوايا بارست ده هزار صال يره يعني هزار صال خوايا بارست مسلمان بون أرز كافري تيانا بون لو زمنا دواي اويكا حزتي إدريس مردو أو فترية خلق باشا خو بيغمرا نما لو بينا ونيا خلق خلصا بو أمانتا يعني دعوه وبانقواز يعني أكر خلق يان بانقا كربو دين خلق يان پرورد أكر بأركي سرشاين خوايا نزاني بوي نقطة كي ليلة أبي تتشاوري أو نكي فلانكس خطيبة ما مستاخ نصيحتي خلقك بس إشي أو
ایشی توی او کوچنده. سایق تاکسیت نصیحت یکی کم. دوکانداری بجوانی معامله کم کم. مثلا باوکم بزنم آو من الان چون پرورده اکم. یعنی آوانیه بلی پیغمبران ایشی آوان آن سرکاتونه. یکی اگر لطفار عالمانی که لو زمان بون ود و نصر و یعوق و یغوث آوانه خوای جورا باسی آنکه ل سرینوی آوان عالمی دیندار بون خالقیان را گذبول سر دین طبعا لیر لام فتری بزن شیطان بونی ویره بیام خالقت یک دبوم اوی هزار سال لکیو بود شیطان خونه مرد بود ونیا بس هر کمال جای اگر انسانک زندو بی لگل خوای ضلی آودان بی بقود بی لعیبادت شیطان پی نویره او کمال جای زور آودان بون با عبادت شیطان پی نویره شیطانش عادتی کیه لکاتی قوتی ایمانی تو عنایت پی نویره نتوانید تو دیواری کی بشانارو خی بس اگر دیوارک شقی برد بی ونیا حبی دنیای تیابیو دیوارک بلنا خد تنبلو اساسی نبیو ونیا کون بیو تازه نکی تو او جواند نکرد بیو بهیزی نکی با فالگ آروخه شیطان لو کاتی آدی شیطان صبری کرد تقریبا 10,000 سال یعنی هم بلین 10,000 سال شیطان پری نیا چون تختی کی خویه حتی او کاتی ام علمای نمردن کمردن باید با جیلی دوی آوانیش نویره هستا چی کرد؟ جیلی اکی تر کمرد و تی بو ام تیمساری هم بو ناکن حیف امانه لناوتانه بمرن و ها تکلکلیانو حیف بمرن ام علمایانا هستان تیمساری هم کرد تیمسار بس بو رزدینا صبری کرد تا جیلی اکی تر تا 100 سالی تر یا 1,000 سالی تر او جیلش لبیری هم کرد او حالتا حتی و تی دوی هاتو بو الی او نویی تر تبول بدوري الناصرين وتقديسيان كان بس أي أمانة لأخوة ونزيبن طوافيان كرت قربانيان بودا قيشت أو حدي بتشد جيلي كتر عبادتيان كرت أغالي أوانا بيو تشاك بون ديني خوان راقرتبو الشيطان ورده ورده بوي أخوة يقول لكي أفهمي ولا تتبعوا خطوات الشيطان نيفرموا ولا تتبعوا الشيطان أقول لي أتني فرقية نافر من مكة ودواء الشيطان أفر من مكة ودواء فنجا وكان الشيطان يا كم جار بوشيو رازان ديو دواء كدي بتمسالو استاكا عبادة يعني كده خلق تواب بوب مشرك كث خوين الناسي بو يا خوي جورا حضرتي نوحينات لبر أمبو في غمران لبر أمدين اتر أوي جناح بو أكله حضرتي نوح رمزي خمخورية رمزی کل ندانه، جانسیت جیانی بکن. رمزی که کشانه، رمزی مندونه بونه، رمزی خوشبیستنی خواه، رمزی صبر و آرام گرتنه لپیناوی خواه. بوی هندیک باسی صبر کن که نوح دیده پیش ویتر تو بوسکت بید. حضرت نوح عمری گشت 50 سال، هندیک الان 40، لما بین 40 سالی بو 50 سالی خواه یور وحی بونار کدی با پیغمبر، رسوله، پیغمبرو نبيشة نبي ورسوله لبنجا صالي وحزتي نوح لنا بيانجيه نوصتو بنجا صالي ريك بانقوازي كدو لك عليان بلام عمري 1,000 سال زيادة ربوا بنجاي بيشتر نوصتو بنجا صال خريكي بانقواز بخريكي إصلاحي خلق بو طبعا نوصتو بينا بيشتاو نوصتو بنجا صال عمري عمر لقلتش قوميك قومي كي كل رق نزان طائفي بمعناه كي طبقي جويا نادا اعترافيا بكس ناكرت تنها خويا براس ازاني دولمن بون دزدار بون زور بون حيج كسيا براس نازاني حزتي نوحش بيغملان حمو طبقي وسطا طبقي فقير فقيرا محتاج بن نطبقي دولمن دن لا طبقي وسط خويا قبل يعني بيغمبر حزتي نوح اشكالي نبو لرو شخصيته ولا ناو خلق خلق خوشی ویست راز گوبو هیچ گرفتی که کاملا عیتی نبود حضرت نوح بلام کدستی با وکرد حضرت نوح ایتر لگنا و خلق جیا بمشی ویا 950 سالی رک طبعا حضرت نوح مسلمانه و کم مسلمان دین چک بود دینه کی باس نکرده ونیا همون پیغمبرانی تر به تایبتی اول العزم همیان مسلمان بزن خواهی گرد به حضرت نوح چی فرمی و امرت ان اكون اول وأمرت أن أكون من المسلمين أو حزتي نوح كواتا من مسلمانيتي إما طازانية
نريتنا أمتي محمد مسلمانا. حضرت إبراهيم ربنا جعلنا مسلمين لك ها خوايا بمسلم بمسلمان بوتو. حضرت يعقوب وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يعقوب كجولك بني إسرائيلي لا تيري أون. حضرت عيسى أفرمت فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. بهميان بمشي ويا هميان مسلمان بونا هبو بيا غمبرة كواتا حضرت نوحش وق مسلمان مسلمان بوا يعني همو دين كان إسلامه شو كإسلام يعني تسليمون بأمر خوي رب العالمين كواتا يعني تقول يا رب ودر أكبر الشيطان لو بين خوي خوان حتى أو كاتي إنسان ضعيف به كضعيف لإيمانه لسرت صبرك للشيطان احتمال يسب يد نويله دين داريت شون يجد باشا لكن برادري باشي أتي بو مزقون بس ولا نيج مكا شون يج مكا ولا قرآن مخينا ولا خود لقناح ما باريز بزانة شن بحزن لقناحا حزا كي بيكي كازني محاسبتك شيطان لو كاتيا بودي يقين تاميك سواء ناسم علي بيش دس الله وبيش علاقم لقى كرابو مثلا علاقي لقى كسيكابو كر ريشتوه بو دروا دواي دس الله تر شيطان او كاتي نبي رازا فريان بباري لدواي دس الله تر عشقاياتي كي بيان طازا كردو تخوين ليك نزيبونا قيشتو تحدي زيناش شيطان صبر اللي أقله بوي أقل نقاط ضعف به يعني شيطان زين شونه هو كده زي قوي أجري أجري بدو أو بناية لكام بنجرة كراوته وكام درجش له كام شون هستي بيناكي ليه واجه لغفلات لضعيفي هنديك يا برامبر بارع بينيا هنديك يا برامبر نيش شو نيش كات بس خوي ناقر برامبر نظر ضعيفة شيطان ليه ويدي برامبر أفرت ضعيفة هي برامبر أفرت إيش بقوته بس برامبر بارع ناوره ناتواند بحرام نيخوا ناتواند درونك وذلك شو ضعيف بي شيطان اللي بيوبوده بويا أفرمي إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. حزتي نوح بإنذار وهات إنذاري كردن بشيرا ونذيرنها بشاردنا شكا قومك زور بيزبون إنذاري كردن فرمي أجر إيوة نقرنا وبلاي إخوة يعني زور شتان بسرادي همي بيعيسا أتشي نساري طبعاً تو تصورك 900 سال لقال قوم يكاري 950 سال أفعلين لما ويد دوانزا سال يجنفر إيماني في إناء دوانزا سال آخر زور زحمته دوانزا سال صبرت بيه لسال أو يجنفر إيمان في بين يجنفر حتى أخيري روجي طوفانك كان يج إيماني في إناء هنديك لين هشتاو دوكس نوصلت وبنزار صار لقى قوم يكابي هشتاو دوكس إيمانا بيبين طبعا ما ضعفني لحزتي نوح ضعف الاستقبال لكي يجيشتني خلق حمو حقيقتي كيبو بيان كردون ترسانيون ياتي أقروانا كرخوا عقوبتانا دا تبليغي كردون لعقل لعاطفة لصلي الرحم لها مشتك بلو بيليان شوه بلا ما دي سفادياني كروه بزانا نوصلت وبنزار صار حزتي نوح تو مدبارك رابتشي يكم بيانا وتو قمراي يعني خلق قمراكي ليه ما نقرب وخمان أجين جدا أولا وقصب روبوشانا أفر وقال الملأ من قومي ملأ ملأ زان كي أو قوميك أو كسية أو كومالا كسية كإجلس العقلي خلقكات لروي إعلام لروي إتر بانكردن بو برنامي دسكرت ملأ أو كسانيك دزرويشتون أو كثانيك دزغوشتون لقومي حديث نوح أوان يانوت أيانوتي إنا لنراك في ظلال مبين تو قمراء يوازمان لبينا ففي غنبري يقولين قمراء زور زحمتها قال يا قومي ليس بي ضلالة من قمراء نيم ولكني رسول من رب العالمين من يرابي خوام أو خوايا أمبونا وريدوا بسكردوا نا بوشنا بد شيتي تخواتن زحمتها لشوين يبنيش كي يكيك بيبلي آوا هو هيك اللي بكا بولين شيتا شوار منال دوات كيو لبازار بولين شيت شيت اتولا منال دي هر شيت حسابي لين نادي هر بان اكونا دوات يتي اكي لو حالة پیغمبر ناسك دلي پر لنور لغل خواطلي ربتا هاتو بخيري او ملتا بيبلين شيت